كذا. والميكروفون مع زميلي حمد بضبيب الشامسي. جنحان مداهن يتعب الانظار. مشاهدينا الاعزاء، شكرا لزميل سعيد بن راشد العويسي. هذه حفلنا مشاهدينا، هذه الانطلاقه، هذا هو شوطنا الذي تابعتم فعالياته في هذه اللحظات، وهذا الشوط التاسع الذي انطلق امام حضراتكم. هذا الشوط خاص بالجعدان الاصايل المحليات، وتحدي في هذا اليوم، تحدي الاذاعه لاصحاب السمو الشيوخ. نتابع المقدمه، نتابع الصداره، وهنا المقدمه. اذا مشاهدينا الاعزاء، على هذا الشوط الذي يحمل سياره لصاحب المركز الاول وحتى المركز العاشر جوائز نقديه ثمينه وقيمه. نتابع هذا الشوط ونتابع ماذا يدور من احداث وتحدي مع الصراع في هذه اللحظات الرائعه واللحظات الجميله. هذه المتابعه، هذا الشوط الذي انطلق على البركه بهذا المجموع وهذه الجعدان المحليات الاصايل لتتنافس على نيل الناموس ونيل التحدي من خلال هذا الشوط. الكل على استعداد في هذا الختامي الرائع، الختامي الجميل على ارضيه ميدان المرموم، ليتابع كل المشاهدين وكل عشاق هذه الرياضة المراكز الأولية وماذا يدور من تنافس كبير على المقدمة. هناك الصدارة مشاهدينا الأعزاء، معطش في صدارة الشوط، تعود ملكيته لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسعيد بن محمد بن حزيم في التضمير. أما المركز الثاني، ننتقل إلى ثاني المراكز في هذه اللحظات لنتابع من يتواجد. وهنا مريع، مريع لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان في المركز الثاني، ويمع بن عتيج الرميثي في تضميره. ننتقل إلى المركز الثالث لنتابع هنا شكلان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم وخليفة بن سالم بالصقعة في التضمير. المركز الرابع مضاد يأتينا في هذا الموقع لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أما في تضميره حمد بن ضعيف بن غدير. شوف المركز الخامس ونتابع هذا شعار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وفي التضمير احمد بن خلفان المزروعي. اما المركز السادس في هذه اللحظات، الكوبي لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وحمد بن راشد بن حمد بن غدير في تضميره، ياتي على المركز السادس، ينتقل الى المركز الخامس في هذه اللحظات. بينما المركز السادس، المركز السادس صغان لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وفي التضمير محمد بن خيره الشريفي. المركز السابع في سابع المراكز اليم لهجن الرئاسه وسعيد بن حمد بن دري الفلاحي في التضمير، خذ المركز السابع في هذه اللحظات، هو المركز الثامن. المركز التاسع مشاهدينا الاعزاء من الجانب الاخر ياتي في هذه اللحظات ليحمل معاه التحدي والناموس. وهناك يا سلام، نتابع المركز الثامن مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات. اذا المركز السابع نتابع مشاهدينا الاعزاء، السراب لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد آل مكتوم وسالم بن علي بن بخيت في المركز السابع. المركز الثامن من الجانب الاخر لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ضيف، وفي تضمير محمد بن خير الشريفي. المركز التاسع انتقالتنا الى ضيف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ومطر بن سيف بن لاحد. اما المركز العاشر في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وعبد الله بن سالم المزافري في التضمير مع صوغان، ياتي على عاشر المراكز. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء، هذا هو الشوط، هذا هو تحدي هذا الشوط وتحدي مشاهدينا الاعزاء سن الاذاعه في هذه الانطلاقات الصباحيه. شاهدنا وتابعنا المزيد من التحدي والتنافس على ارضيه ميدان المرموم، لنعود بكم مره اخرى الى الصداره والى مضاد
اللي يحتل صدارة هذا الشوط في هذه اللحظات اللي يسموه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يأخذ المركز الأول ويسيطر على زمام هذا الشوط في تضمير حمد بن ضعيف بن غدير على المركز الأول، وهذا من أقوى المرشحين لهذا الشوط. بينما المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء يأتينا في هذه اللحظات معطش لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وفي تضميره سعيد بن محمد بن حزيم اللي ايضا سجل نقاط كبيره اليوم يشارك في هذا الشوط ليسجل التحدي الجميل. نتابع المركز الثالث وهنا مريع لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ال نهيان، وفي تضميره يمعى بن عتيج بن كسل الرميفي الثلاثه على المقدمه بتنافس كبير وتحدي وابتعاد عن كل المراكز مشاهدينا الاعزاء. يا سلام، اذا هاي الثلاثه والكوكبه الثلاثيه على الصداره وعلى المقدمه. نتابع المركز الرابع وهنا من ياتي على رابع المراكز في هذه اللحظات الكوبي لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، اما التضمير مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، والمركز الخامس هنا يتقدم تقدم جميل ورائع، هذا هو اليم لهجن الرئاسه وسعيد بن حمد بن دري الفلاحي جريء المضمرين يشارك في هذا الشوط. هل ينتزع نقطه؟ ماذا يدور من خلال هذا التحدي؟ المركز السادس هنا صغان لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ومبارك أو محمد بن خير الشريفي في تضميره. إذا الستة المراكز الأولى المتقدمة واللي بينها سيصير التنافس والحماس على هذا الشوط، ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الثلاثية، نعود إلى مضاد. يا سلام، هناك مضاد للصواريخ، مضاد لكل من يلاحقه وهو في صدارة هذا الشوط. هذا مضاد لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم، وتحرك تحرك كبير ورائع، ولكن هناك حمد بضعي بن غدير في تضميره، بينما التحرك من مريع، التحرك من مريع لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيون، وهناك جمعة بن عتيج الرميذي المحترف الذي يأتي على ثاني المراكز، والتنافس سيصبح بين الاثنين في هذا الموقع بعد تنافس مثير، واصبحت الان من بعد الثلاثيه اصبح تنافس ثنائيه على المقدمه والصداره. يا سلام، اذا الاثنين على موعد مع التنافس والحماس. يلا يا جماهير تابعوا هذا التحدي وتابعوا هذا الشوط. بينما اللي يتراجع الى المركز الثالث معطش اسمه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وفي تضميره المضمر سعيد بن محمد بن حزيب، بينما ياتي الكوبي لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير في رابع المراكز، وملاحقه من اليم الى المركز الخامس لهجن الرئاسه وسعيد بن حمد بن دري الفلاحي. مع الكيلو الاخير نعود الى الصداره، نعود الى المقدمه، وكيلو متر واحد فقط ما تبقى على مجريات وناموس هذا الشوط. يا سلام، نعود الى الصداره، وهناك مضاد، هناك مريع، اثنين في تنافس كبير وتحدي العمالقه على الشوط. المهندس والمحترف، هندس يا مهندس واحترف يا محترف. يا سلام، نحن من عصر الهوايه الى عصر الاحتراف، ولكن هناك المقدمه، قلنا لكم بانه مضاد بالفعل، مضاد ياتي في مقدمه الشوط. يا سلام، اسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم ليسجل اهالي ليسجل ويهدي اهالي مرغم هذا الفوز، وهذا الناموس حمد بالضعيف بن غدير على الصداره وعلى التحدي. وخلاص قلنا لكم بان اقوى المرشحين لهذا الشوط، وبالفعل ياتي بما توقع كل الخبراء والمرشحين له في هذه الانطلاقه، وهو في تحدي كبير وتحدي مميز. التهنئه اذا مشاهدينا الاعزاء، نبعث لاسم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم على هذا الانجاز، والى حمد بن ضعيف بن غدير على ما يقدم من انجاز ويقدم من تحدي في هذا الشوط، وهو ينفرد بصداره الشوط، يعني حاله خاصه وحاله نادره في هذا الشوط، انفراده كبيره وكليه عن بقيه المراكز، يدل على قوه مشاركته وقوه ادائه في هذا الشوط، واعداده كان من المهندس بالفعل، عندما يهندس المهندس يهندس بالفعل. تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم، التهنئه للمهندس حمد بن الضعيف بن غدير، وهذه لحظه الوصول الى خط النهايه ليعلن بان بطل هذا الشوط، وتسجيل نقطه بالختامي يعني بانك في الفورمة. المركز الثاني مريع لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ال نهيان، ياتي ثاني المراكز، المركز الثالث الكوبي لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم، المركز الرابع اليم لهجن الرئاسه. إذن هذه مشاهدينا الأعزاء النتيجة للأربع المراكز حتى هذه اللحظات والواصلات لخط النهاية. نتابع المركز الخامس، هنا يأتينا
معطش لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن رايم سعيد مكتوم. المركز السادس صغان لسمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان، سابعا لسمو الشيخ حمدان بن محمد ورايد المكتوم، والبقيه نتركها لاخوه اعضاء لجنه خط النهايه. الان مضاد على شاشه التلفزيون مشاهدينا الاعزاء في 9:23 التوقيت الزمني، وفاء وتماما تهانينا والناموس لسمو الشيخ مكتوم بن محمد ورايد المكتوم وحمد بن ضعيف بن غدير على التضمير والمنافسه. ثاني المراكز يصل في هذه اللحظات مريع لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ال نهيان ويمعى بن عتيجه الرميثي قطع المسافه.